اسالك بقى، النهارده الاهلي اعلن رسميا تجديد التعاقد مع ريني فايلر لمده سنه بشروط جديده، وانت يمكن اعلنتوا عن ده قرار الاعلان في هذا التوقيت. وانا بقى ايه بسالني على اللعيبه اللي راجعه من الاعاره بتاع، عشان ابقى ادي لك حاجات تبقى تقولها في اهلاوي وزملكاوي. ايوه طبعا، يعني قرار انا شايف انه اتاخر كتير وكان بدا يثير شكوك كتيره جدا ويثير بلبله كبيره جدا، ليس على فايلر فقط ولكن على النادي الاهلي نفسه. يعني كيف يصبر النادي الاهلي كل هذا الصبر؟ كيف يتحمل النادي الاهلي كل هذا الامر؟ كيف يبدا الاهلي التدريبات لمده 7 ايام والمدير الفني مش موجود، وكل شويه بنسمع بناء على تعليمات فايلر بدانا التدريبات بناء على تعليمات فايلر؟ احنا عايزين فايلر يبقى موجود، وشكوك كبيره جدا حول عودته للنادي الاهلي، وان المدام هي اللي بتخطط وان الوضع كده. لا مش بتخطط، هو عشان برضو اكون امين معاك. خايفه حقها. طبعا يعني حقها. ما انا بقول لك يعني المدام يعني لها دور، يعني قول الاسره بشكل عام يعني. فطبعا انا شايف ان الاهلي تدخل بقوه وحسم الامور، والامور كانت لازم تتحسم، لان كانت بعد كده هتبقى بايخه قوي بالنسبه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ما كانش هيخلي يعني هينتظر لغايه ما يبقى في موقف صعب. يعني كان هيبدا يفكر هيجيب مدرب جديد ولا ما يجيبش مدرب جديد، واعتقد الاهلي كان عامل خطته وعامل ترتيباته، لكن طبعا كان لابد من الضغط على فايلر عشان ينتهي الامر، وانتهى الامر وتاكد استمرار فايلر، وانا سعيد شخصيا باستمرار فايلر مع النادي الاهلي. كان التغيير هيبقى صعب. اعطاء الملف كله لخالد مرتجي الحقيقه شايف انه ده برضو احترافيه من النادي الاهلي بشكل جيد، طبعا موجود معاه امير توفيق مدير التسويق طبعًا. حاجه جميله، حاجه رائعه. شايف انه الاهلي قدر انه ينجح في هذا الملف بهذه الطريقه، انه وانا عايز اقول لك الملف ده كان محاط بسريه غير عاديه، غير عاديه، لدرجه ان انا لما طلعت قلت خلاص فايلر والاهلي اتفق معاه والتجديد سنه ورجع الاسبوع الاول من 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 يوليو، خالد مرتضى كلمني كان هيشيط يعني وبيقول لي معلومه عكسيه. خلي بقى اول ما قال لي معلومه عكسيه عرفت ان الموضوع خلص خلاص. طبعا وخالد حبيبي يعني. يعني الطريقه اللي اتعامل بها مجلس اداره النادي الاهلي في هذا الملف مع خالد مرتجي ونجاح خالد مرتجي وطبعا بالتاكيد امير توفيق، شايفه برضو ازاي؟ طبعا يعني الاستاذ خالد مرتجي يعني بيطلق عليه وزير خارجيه الاهلي مهتم بالشان الخارجي، ممكن من اول ما مجلس الاداره بدا يمكن كابتن محمود الخطيب اسند اليه المهام الخارجيه. طبعا موجود معاه مدير التعاقدات والتسويق الكابتن امير توفيق. يعني امير كان حارس مرمى، خلي بالك. طبعا يعني من الناس الجميله والناس المهذبه جدا والناس اللي عامله اللي بدات تظهر بشغلها في النادي الاهلي يعني بشكل كبير جدا. شايف طبعا ان بالرغم من التاخر اللي قلت لحضرتك عليه، لكن في النهايه حققوا الهدف وحققوا النتيجه ونجحوا في حصول في اعاده فايلر بل والتوقيع معاه لموسم جديد، وده بيمنح الاهلي استقرار كبير جدا في المرحله المقبله. اعتقد ده هيكون في مصلحه تطوير كره القدم في النادي الاهلي، الحفاظ على الفريق، الحفاظ على الشكل اللي كان بادئ بيه الموسم ده. فده امر مهم جدا، قرار يستحق عليه طبعا المهندس خالد مرتجي الشكر والتقدير هو وامير توفيق، لكن لا يستحق التعقيب منك. خلي الراجل يجاوب بقى. انا عقب بقى. خلي الراجل يجاوب بقى. انا عقب. ما تقعدش تعقب له بقى ولا ايه؟ طبعا. زي عمرو عبد الحق يقول لك غاوي تعقيب. طيب خليني بقى اسالك. طب انا عايز اعقب. طبعا. لا بجد. لا انا برضو يعني يمكن بعيد عن الرياضه او الكوره. الخضري بقى هقطعك معلش. الخضري طبعا بطول الحالات اللي عملها الفتره اللي عدت كان بيؤكد ان فايلر شبه مش جاي يعني. وجمهور الاهلي عاصف ضده. طب انا هوضح دي. قول.